بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة، انتهينا منه. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن عجلان وهو محمد عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، يعني بالإرسال هنا الانقطاع بين عون بن عبد الله وابن مسعود، لأن عون بن عبد الله لم يلقى ولم يدرك عبد الله بن مسعود، فيكون منقطعا يخرم شرط صحة الحديث. يقول: عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا. لماذا؟ لأن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود منقطع، وجاءت هذه الرواية عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود أيضا. وقلنا إنها على ما أورد الترمذي الحديث يكون ضعيفا للانقطاع بين عبد الله بن مسعود وبين من روى عنه، ولكن الرواية جاءت من طرق كثيرة، فيه رواية قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، جاء كذلك قاسم عبد الرحمن أنا أبيه أن جده بهذا اللفظ، جاء أيضا جاءت هذه الرواية من طرق أخرى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ نعم. وأنا قلت لكم بالأمس أن ابن حجر وكذلك قبله الزيلعي في نسب الراية ذكر له طرقا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه زاد بعض الطرق عن رواية صحيحة، جاءت فيه رواية أن عند الطبراني قال: حدثنا محمد بن هشام المستملي وهو ثقة أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي معروف عن علقمة وهو معروف، إبراهيم تلميذ علقمة وسمع منه كثير، وعلقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع. وهذا إسناد صحيح، وله طريق آخر أيضا من طريق أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: البيع مختار. لا لا لا، اللفظ الذي جاء فيه، ورواه الدارقطني أيضا قال بلفظ: البيعان بالخيار والقول قول البائع. الظاهر تقديم وتأخير. على كل حال، الحديث جاء من طريق أو من طريقين صحيحين، وإن كان جاء هنا من طريق مرسل فالحديث صحيح. ومعنى الحديث: اختلف البيعان فالقول قول البائع، إذا كان في نوع السلع اختلاف بين المشتري والبائع أو في الثمن فقول قول البائع، إذا لم يكن عند أحد منهم بينة، فإذا كانت بينة فيقضى بالبينة، وإذا لم يكن بينة عند أحد فالقول قول البائع والمبتاع يشتري أو يترك. نعم، هذا الحديث إن شاء الله صحيح،
ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال أنه القول قول البايع إذا أراد أن يشتري المبتاع وإلا فليتركه. نعم. فإذن على كل حال هناك لا يقال إنه إن اليمين على المدعي والبينة على المدعي واليمين على المنكر، هذا حديث عام وذاك خاص في مسائل خاصة. البينة على المدعي ربما يكون البايع ادعى وليس عنده بينة، ربما ادعى البيع بأني بعتك بكذا وكذا، فما دام ليست له بينة فيكون اليمين على من أنكر. قالوا هذا الحديث يخالفه ذاك الحديث، لكن نقول لا، لا يختلف إن شاء الله الحديثان، فهذا عام في قواعد عامة وفي قضايا عامة ونوازل، وهذا خاص في اختلاف البيع والبائع والمشتري. فكل الحديثين كما ذكر أن الحديث كما يقول الشيخ أصل الوصول في كل شيء، فينبغي أن يكون الحديث الخاص في مسألة أصلا في هذه المسألة، والعموم يعمل به في مواضعه. نعم نعم، لا هو حديث صحيح لغيره، قل هكذا، لكن من الممكن أن تقول هذا الإسناد حسن لغيره والحديث صحيح من طريق آخر، التفصيل للطالب هذا يكون أوقع للفهم. هذا الإسناد إذا كان ضعيفا وموافقه حديث صحيح فيقول الإسناد حسن لغيره لأجل الحديث الصحيح، والحديث الصحيح من غير هذا الطريق. نعم. ثم قال باب ما جاء في بيع فضل الماء، أي الماء الزائد عن حاجة الإنسان إذا كان الإنسان حفر بيرا، أما إذا كان الماء في أرض له ملك هذا أيضا له حكمه. قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال القول ما قال رب السلعة أو يتراداني. واضح جدا. نعم. قال يعني القول ما قال رب السلعة موافقا لهذا الحديث، والذي يظهر أن أئمتنا رحمة الله عليهم عندهم استيعاب واستقراء وللأحاديث وطرق الحديث، ولذلك قول الإمام أحمد رحمه الله مبني على أن الحديث صحيح. نعم إن شاء الله. إذا اختلف البيعان قال الإمام أحمد قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال القول ما قال رب السلعة أو يتراداني، قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. هنا زاد كل من كان قوله قوله، إذا كان القول يعني القول ما قال البائع يؤخذ منه اليمين أيضا، هذا قوله. هذه الزيادة من أين زاده؟ قال لزيادة التوثقة، وليس عليه والله أعلم الحديث، ما دام لم يأتي في الحديث إيجاب اليمين. جاء فيه رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أظنه ليس بصحيح رد اليمين على المدعي، رد اليمين المدعي، والحديث ذكره في سبب بلوغ المرام، والشيخ الاشتنعاني رحمه الله تكلم فيه الحديث، أذكر أنه ليس بصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ونكل ذاك اليمين فرد اليمين على نكل الحلف نكل ولم يحلف فرد اليمين على المدعي، لعله يستدل بهذا ابن إسحاق بن راهوية رحمه الله. الحديث ليس فيه ذكر اليمين، القول القول البايع بدون يمين، لكنه يقول قال إسحاق وهو كما قال الإمام أحمد، الإمام أحمد لم يقل باليمين، وكل من كان قول من كان القول قوله فعليه اليمين. البيع البايع هو قوله، الآن البايع هو الذي يقبل قوله، لكن يزاد عليه اليمين والله أعلم لزيادة التوثقة، وإلا لا يلزم. نعم. ويدل على ذلك رواية أحمد والنسائي التي ذكرناها. قال الشوكاني قد استدل بالحديث من قال إن القول قول البائع إذا وقع الخلاف بينه وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد، ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الأخرى، هذا إذا لم يقع التراضي بينهما على التراد،
فإن تراضي على ذلك جاز بلا خلاف، فلا يكون لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البايع. والظاهر عدم الفرق مع بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح بها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج. وأنا أذكر أن الصنعاني رحمه الله ضعف هذا الحديث، وهو أنه رد اليمين على المدعي، هذا أذكر أنه ضعفوه، لكنه قد يقال مصلحة لزيادة التوثيق، وإلا ما أذكر أنه له دليل. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في بيع فضل الماء. الماء إذا كان من ماء السماء اجتمع في أرض مملوكة، أو يكون من البئر الذي حفره وطواه هو، وبئر ذو حفرته وذو طويته، فهو ملك له لا شك فيه، فالحق الأول له. وإذا فضل الماء فيجب عليه أن يبذل للآخرين لمن يحتاجون، بشرط أن لا يتضرر هو، كما قالوا لا ضرر ولا ضرار. لكنه لا يجوز أن يبيع الماء بحال من الأحوال، لا يباع الماء حتى في هذا الزمان إذا كان يعني أحد عنده السيارات هذه التي تباع فيها أو ينقل فيها الماء، فالماء لا يباع، الماء لا يباع، إنما الجهد والنقل وكذا، هذا لا بأس أن يأخذ على قدر معروف. أما أن يباع الماء فهذا منهي عنه قطعا، لا يباع أي ماء. يأتي ماء الفحل أيضا لا يباع كما يأتي، أي ماء لا يجوز أن يباع. هذه كلمة عامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، ولا يجوز أن يمنع فضل الماء ولا فضل الكلى كما يأتي في الحديث: لا تمنع فضل الماء لتمنع فضل، لا تمنع فضل الكلى لتمنع فضل الماء. إذا كان الكلى مما لم يتكلف هو، مما لم يتكلف هو في تنبيته، الآن البرسيم وكذا هذا كلى وكذا، لكنه قد يكون في أرضه مملوكة، أرضه المملوكة نبت من عند الله تعالى ولم ينبته هو ولم يتكلف، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمنع إذا لم يكن بحاجة، إذا فضل عن حاجته وزاد عن حاجته، لكن إذا كان على قدر حاجته جاز له أن يقدم نفسه على غيره. نعم. فكذلك الماء إذا كان زائدا لا يمنع إلا إذا كان يتكلف لاستخراجه فيأخذ أجرة الاستخراج الماء واستنباطه. نعم. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال مطرف، أبو المطرف بن عبد الله أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. قال: وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو أي ابن العاص. قال أبو عيسى: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، منهم الحسن البصري، منهم الحسن البصري. أما في الباب روايات كثيرة، منها حديث جابر في صحيح مسلم نهى عن بيع فضل الماء، وحديث أبو حيس عن أبيها أخرجها أبو داود قال يا أنه قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. ثم أعاد فقال: الملح. هذه الرواية فيه بعض العلة، ولأن أبو حيس قال لم تعرف هذه، لكن ابن حبان وثقها وذكرها في الصحابة هكذا على كل حال، فتكون من الكبار أو من التابعين الكبار. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه وسنده صحيح: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاء والنار. والنار أيضا إذا كان أحد يقتبس ويأخذ من النار شيء فلا يجوز أن يبيع. وبعضهم قال إن هذا دناءة وخلاف المروءة أيضا. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا فيه أيضا ضعف. الحاصل على كل حال، الحديث قد صح عن بيع الماء، لا يجوز أن يبيع الماء الزائد عن حاجته، هذا هو لابد أن يكون
لأن الإنسان أول ما دام هو ملكه أو في أرض مملوكة فهو أحق به أولا، إذا كان هو محتاجا فلا يجب عليه يبذل إلا تكرما إلا من مكارم الأخلاق، لكنه ليس يجب عليه. أما إذا كان زائدا فلا يجوز له أن يبيع، ولا يجوز له أن يمنع أيضا، ولا يجوز له أن يمنع دواب الناس، فهذا فيه ضرر لأخيه المسلم وقد ارتكب حراما إذا باع ولا شك فيه. نعم. يقول العمر: ورخص في بعض أهل العلم، رخص بعض أهل العلم، قال هذا الترخيص يعني فيه تفصيل، ومن قول الحسن فيه تفصيل، قالوا إذا كان هو يتكلف في حفر البير فيأخذ الجهد بإخراج البير، أو إذا كان يعني نفقة التي مثل ما هناك هذه استخراج فقهي، مثل ما هناك شركات تقوم ببناء الشوارع فتأخذ عليها في بلدان أخرى، الحمد لله الذي آفاكم من هذا، لكن في بلدان أخرى شركات تبني الشارع يعني الشارع السريع وكذا، وتجعل لكل 100 كيلو أو أقل من 100 كيلو عليها رسوم، إذا ذهبت ربما في خلال 200 كيلو 300 كيلو تأتي 3 مرات رسوم رسوم رسوم، ويكون عندهم يعني اتفاقية، وهذا معروف في العالم، اتفاقية بين الدولة وبين الشركة، إذا أخذت حقها فهي تكون للدولة. ففي هذا أنا أذكر أنه قول الحسن تفصيله هذا هو أنه إذا كان حفر وتكلف عليه فجاز له أن يأخذ على قدر ما يستخرج منه نفقته، لكن هذا والله أعلم أيضا لا يصح، لأنه حفر لحاجته، لو ما جاء الآخرون ما كان يقدر أن يأخذ منهم شيء، فإذا معناه أنه ما دام حفر لحاجته فلا يجوز أن يبيع، هذا هو الصحيح. الماء نعم إذا كان ركب فيها في هذا الزمان فيها مكائن وقد أقام عليه خادم أو شخص يستخرج الماء للناس فيؤخذ على قدر ما ينفق عليه إن شاء الله لا بأس فيها، فلا ضرر ولا ضرار. نعم. يقول هنا: ثم بعد ذلك قال حديث، قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أنه قال حدثنا الليث أنا بالزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أصح الأسانيد، قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلو، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلو، ليمنع ليس هذا لام للتعليل إنما هو لام العاقبة، لام العاقبة يعني إذا كان عندك فضل الكلى وهناك الماء فقلت جاد يعني لا يجوز لكم أن تسقوا بهائمكم من مائي أنا، من الذي يأتي ليرعى في هذا الكلى؟ لأن بعد الكلى الدواب تحتاج أن تشرب، فيكون لام العاقبة، كأنه إذا منع فضل الماء فنتيجته أنه يمنع من فضل الكلع أيضا، هكذا فسر ليمنع بفتح اللام بفتح الكاف الكلع أين جاء من الكلع، وهو النبات رثبة، والمعنى أن يكون حول البير كلع ليس عنده ما غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا كان مكنوا من سقي بهائمهم، لأن الناس ما يأخذون بهائمهم إلا في ما يرعون بهائمهم إلا في مكان فيه الكلى والماء، فإذا كان لا يأمنون للماء أو لا يأذن صاحب الماء للماء لا يأتون إلى الكلى أيضا، فكأنه تسبب بمنع واحد منع الثاني الذي لا يجوز منع فضله بحال من الأحوال. نعم. ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا كان إذا مكنوا من سقي بهائم من تلك البير لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء، يستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، هذا هو الذي صار لام العاقبة ليس لام التعليل، لام العاقبة يعني عاقبته إذا منعت من هذا فكأنك منعت من الماكلة أيضا، وهذا لا يجوز لا هذا ولا ذاك.
فهذا مما يعني تأكيد وحديث من أصح الصحة. فلذلك الذين يجيزون يقولون هي باعوا الماء فهذا لا شك فيه تجوز وتجاوز أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون في البال نعم إذا كان يتكلف في استخراج الماء وبالمكائن وغيره على قدر نفقته يأخذ لا بأس فيها. وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي. هنا ما ندري ماذا ذكر الخلاف شيئا ما قال ويل هذا التفسير ذهب الجمهور وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الري هناك. ويحتمل أن يقال يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم يعني حتى الراعي لا يمنى وكم يشرب هو. والصحيح الأول ويلتحق بذلك الزرع عند مالك رحمه الله. أيضا إذا كان زرع لصاحب الماء بجانب صاحب الماء الزرع صاحب الزرع ليس له ماء لكن هناك شخص عنده ماء وصاحب الزرع يحتاج إلى السقي إذا كان الماء فاضلا عن حاجته يجب عليه أن يبذل وهذا أمر ليس فيه شبهة. إذا لم يكن هناك ضرر له فيجب عليه أن يبذل ليسقي زرعه ليسقي صاحبه زرعه. يقول هنا ويلتحق بذلك الزرع عند مالك والصحيح عند الشافعية وبه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية. وفرق الشافعي فيما حكاه المزني بين المواشي والزرع الذي يظهر والله أعلم ليس يعني كل ما يحتاج أخوك وعندك فضل الماء ليس للماشية ولا للزرع ولا لكذا. الآن افرض في هذا الزمان إذا كان عنده بئر وفيه ماء غزير لا يتضرر وأحد يبني بيته وليس عنده ماء ولا يحصل إلا بغلاء وعنده موجود لجاره فمن حق الجار أن يبذل هذا. بعض الناس عندهم بئر ارتوازي قريب منهم وهو كذا فيأتي هذا المانع في كل ما يحتاج إليه الإنسان فيما لا يتضرر صاحب المالك وصاحب الماء إن شاء الله. نعم. وهذا من الأمور الاجتماعية التي يجب أن يبذل كل واحد لأخيه المسلم. نعم. باب ما جاء في كراهية عصب الفحل. عصب الفحل هو المقصود منه ماء الفحل. عصب قالوا الأصل عصب بمعنى النسل أو النسل يكون من في الغالب استعملت كلمة الأصب بمعنى النسل لأن الناس للدواب يبحثون نسلا جيدا للفحول إذا كانت بقرا فيريدون ثورا من نسل جيد كذلك حتى الخيول وغيرها فلذلك سمي عصب. وإلا المقصود منه هو ماء الفحل لا يجوز أن يباع وهذا يعرفه أيضا أصحاب الأغنام وغيرهم. الله المستعان. فلذلك هم يعني يأتون بالأنواع أو من الأنواع العالية من الفحول يشترى لا شك فيه لكن لحاجته ما دام اشترى وإذا احتاج أخوه لدابته لا يجوز له أن يمنع لأنه لا يتضرر. نعم. قال باب ما جاء في كراهية. الكراهية الذي ليس معناه التنزيهية إنما بمعنى حرمة بيع ماء الفحل. قال حدثنا أحمد بن مني البغوي رحمه الله صاحب المسند وأبو عمار قال حدثنا إسماعيل بن علي أنه قال أخبرنا علي بن الحكم أو علي بن الحكم أنا أذكر أنه علي. على كل حال هو من الثقات الراوي النافع إن شاء الله. نعم. قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. أخرجه البخاري وغيره يعني من ماء الفحل
ومن ضراب الفهل، نهى أن يمنع فهله لضراب دواب أو دواب الآخرين. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة في ذلك، في قبول الكرامة في ذلك. جاءت رواية تأتي أظن في أصل الكتاب، جاء فيه أنه: يا رسول الله قد نكرم لأجل الفحل. جاءت رواية، نعم أظن هنا أو في غيره رأيته، موجودة في أي صفة؟ أي نعم، يأتي تأتي الرواية. فإذا يعني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحل. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة من ذلك بدون طلب. كرامة يعني يعطي أحدا تكريما له إذا كان له فحل وقد أذن لأنثى دابته، ففي هذه الحالة لو آتى من عند نفسه شيء فهذا جائز، وهو الحديث الآتي بارك الله فيكم. نعم. جاءت رواية أيضا سبحان الله في انظروا، قال: من حديث أبي كبشة، أخرج ابن حبان في صحيح وإسناد صحيح، من حديث أبي كبشة مرفوعا: من أطرق فرسا فآقب كان له كأجر 70 فرسا. سبحان الله، الحديث صحه ورواية صحيحة. من أطرق فرسا يعني ترك ليطرق دابة غيره، فآقب أي جاء منه ولدا، جاء منه ولد المهر مهر الفرس، كان له كأجر 70 فرسا. هذا أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح فيما يعني في بالإسناد الصحيح، نعم فيما يؤدي إلى النظر في إسناده. ثم قال: حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري أنه قال: حدثنا يحيى بن آدم، كلهم ثقات أثبات، عن إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من كلاب يعني من بني كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفهل فنهاه صلى الله عليه وسلم. يعني الأحاديث كلها متفقة عن النهي وبن بيع ماء عصب الفهل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. إذا أعطي شيئا بدون مقابل طلب فهذا لا بأس أن يقبل، لا بأس أن يقبل. وهناك أيضا قالوا، كنت أدرس قديما، كان واحد من الإخوان من أهل البادية قال: لكن نحن نشترط، هكذا يقول، هذا قديم جدا في معهد الحرم، فيقول: كن نشترط أن يأتي بالعلف قبل أن يطرق، يأتي بالعلف للبقر. نعم سبحان الله. فهذا يعني هذا الشرط أيضا والله أعلم ليس بصحيح، لكن إذا أتى به من عند نفسه وما دام أشهر بين الناس أنه يطلب، ببعض يقول بدأ الناس يأتون به من عند نفسه، هل أقبل أو لا أقبل؟ فإذا كان اشترط وخاف الناس فيعلن: يا إخوان إذا كان لا يأتي أحد فلا بأس، فإذا جاء به فلا بأس في هذه الحالة. لكن ما دام ألزم أولا ثم بعد ذلك اشتهر بين الناس أنه لا يطرق ولا يترك فحله إلا بعد أن يعلف، ففي هذه الحالة لا يجوز الظاهر. نعم. على كل حال، فنكرم فرخص له في الكرامة، رخص له في الكرامة. نعم. وهناك شركات يقولون أنها تكون في هذا الزمان عندهن أو عندها من جملة الأعمال التي يكون فيه الفحول فقط، من أحسن أنواع الفحول من يجلبون من العالم، فالناس يعني ربما يعني يجيزون لهم أن يأخذوا بعدما يتعبون للناس وليس لهم حاجة، لكنه مثل الأدوية مثل أشياء أخرى يأخذون عليه قيمة أو كذا، فقالوا جاز لهم أن يأخذوا شيئا بالمعروف. هذا أظن فتوى رأيت إذا كان لا يوجد غيره، أما إذا كان يوجد غيرهم من الفحول فلا يقرب منهم. نعم. فالظاهر يحرم أن يأخذ
أن يعطي وأن يأخذ. المعطي أيضا لا يجوز له أن يأخذ، ما دام حرام فلا يجوز له أن يعطي إذا اشترط، لكن إذا آتاه كرامة فلا بأس إن شاء الله. الناس عيب في مثل هذا الآن، عيب في العرب، لكن تعرف أن هناك أقواما ما عندهم هذا الشيء عيب، ربما يعني الله المستعان. باب ما جاء في ثمن الكلب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة، وهو ثقة إن شاء الله والحديث صحيح. ثم قال باب ما جاء في ثمن الكلب. قال حدثنا محمد بن رافع من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير التابعي عن إبراهيم بن قارض التابعي يروي عن التابعي والتابعي الثالث يحيى بن أبي كثير من التابعين الصغار، إبراهيم بن عبد الله بن قارض تابعي أيضا عن السائب بن يزيد، سائب بن يزيد وهو صحابي سائب التابعي، سائب بن يزيد من سائب بن أبي السائب هو شريك النبي صلى الله عليه وسلم، سائب بن يزيد تابعي عن رافع بن خديج الصحابي. فإذا هنا من لطائف الإسناد على نسق واحد ثلاث تابعين يروي بعضهم عن بعض، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. هذا الحديث في الحقيقة يعني فيه إشكال، مهر البغي خبيث بمعنى حرام لا شك فيه، ثمن الكلب خبيث بمعنى حرام، لكن كسب الحجام خبيث قالوا نعم في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أوله، لأن السياق كيف تقول كسب الحجام خبيث معناه ليس حرام بل بمعنى مستخبث فقط ومستقذر، هذا المعنى وارد لا شك فيه أن الإنسان بل قد يكون فيه استرحام للحجام ما دام كان يجر القرن بالفم وربما الدم المستقذر يدخل في حلقه ما هو كذا، فما دام هو والحجامة نوع من العلاج المعروف وهو يقوم بخدمتك فيجب عليك أن تعطيه ما دام مستخبص ويشتغل هذا العمل، مثل ما يقال الآن الذي في الشوارع يكنس سارعك ويكنس الأوساخ كلها، فهذا ينبغي أن يرحم أكثر، هذا عمل دني وعمل خبيث ما هو كذا من ناحية استقذار الناس، لكن السياق إذا كان بسياق واحد ففصله لابد أن يكون من الدليل، لابد من الدليل. فإذا فصلنا وقلنا كسب الحجام الخبيث معناه ليس بحرام، وإن كان السياق مهر البغي خبيث بمعنى حرام وحرام، كذلك ثمن الكلب حرام، لحديث آخر الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وآتى الحجام أجرته صلى الله عليه وسلم، أو يقال كما قال بعض العلماء وهو لا تجد في قول كثير من العلماء عامة هكذا، لكنه بعض مشايخنا قال كان أولا والله أعلم حرام محرم كله حتى الحجامة، ثم لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة فيه شفاء فأجاز، فيبقى مستخبص بمعنى مستقذر فقط وليس حراما، وهذا هو الذي لا نشك أنه الحجام كسبه ليس حراما ما دام يبذل وقته، وربما لا يكون له وقت عمل آخر لكسب عيشه وعيش أولاده، فإذا اختص لهذا العمل جاز له أن يأخذ إن شاء الله من الأجرة حتى بالاشتراط أنه يأخذ كذا وكذا. نعم طبيب مثل الطبيب، هو طبيب نعم لا شك فيه، مثل الطبيب يأخذ جهده ويأخذ بذل جهده كذلك يجوز له أن يأخذ، ولا يقال إنه حرام قطعا، لو كان حراما ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو هذا الذي يقال إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، أو لا نقول أنه قد يكون السياق واحد لكن لا نعرف تاريخ الحديث، فنقول التأويل بأن الخبيث بمعنى مستخبص ومستقذر وليس بمعنى حرام، والدليل عليه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته.
نعم نعم جاز له أن يشترط، نعم يشترط، لكنه لا يبالغ ولا يستغل أو كذا، هذا مقصود في كل عمل من أعمال المسلمين فيما بينهم، ليس في هذا فقط. ومهر البغية خبيث، مهر البغية المقصود منه أجرة الزانية على زناها، وثمن الكلب بيعا وشراء حرام. هنا فيه الاختلاف يأتي. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وابي مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعا. جابر رضي الله عنه، حديث جابر أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بهذا المعنى، وأبي هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، وابن عمر أخرجه الحاكم في النهي عن ثمن الكلب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قال والعمل على هذا عند أكثر، قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن البيع ثمن الكلب، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. نعم رخص بعض أهل العلم كلب صيد، وجاء فيه حديث لم يصح عند غير واحد من العلماء، لكنه صححوه، وجاء هذه الرواية جاءت في الحقيقة، وهي أخرج النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وهذا فيه راوي مجهول، لكن وجدنا أن الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ذكر له طريقا آخر، ذكر له طريقا آخر، فمن هنا الذين قالوا أنه ثمن الكلب. قال في الفتح رجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته، وأخرج نحو الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو متروك ضعيف. فينبغي حمل المطلق على المقيد إذا صح الحديث، إذا صح الحديث نهى عن ثمن الكلب مطلقا ونهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، فهذا الاستثناء ينبغي أن يكون ما يعني معقولا ومقبولا على هذا يقول، لكن إذا صح الحديث فلا شك فيه أنه يكون هذا الاستثناء مقبولا. والآخرون الذين ضعفوا الحديث، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا يجوز بيع الكلب ولا كلب صيد أيضا، لكن الحديث الذي جاء فيه والذين استدلوا على جواز كلب الصيد أيضا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان أو قيراط، فنقص من أجره من اقتنى، قالوا الاقتناء يكون بالشراء أو بغير الشراء أيضا، فالذين قالوا لا يجوز الشراء والاقتناء ينبغي أن يكون يأخذ من الجر أجراء الكلى أو كلبة، يأخذها من أطراف القرية ويربيها ويعلمها، لأن الله تعالى قال تعلموا لهن، فيعلمها هو من عند نفسه، يقتني ويمسكها من أطراف القرية حينما تلد وهو صغير ويربيه، فهذا هو الاقتناء الجائز، لكن هذا نفسه لما رباه وعلمه وكلبه لا يجوز له أن يبيع، هكذا قالوا. وهذا كلب صيد إذا صح أو عند الذين يصححون لا شك أجازوا بيعه، أما بدونها ما يستفاد من الكلب بشيء، فلا يجوز تربية الكلب إلا كلب حراسة، كما جاء فيه في بعض الروايات من اقتنى إلا كلب حراسة، فحراسة الأغنام وغيرها لا شك أن هذا، فإذا كان كلب حراسة هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، لأن ما جاء إلا كلب صيد فقط. فالحاصل على كل هذا الكلب ليس له مكان في عند المسلمين إلا إذا كان للصيد أو للحراسة، وأما غيره فلا يجوز أن يربى الكلاب لأجل هذا. نعم هذا لا بأس فيها، إذا كان مدرب يأخذ الكلب من القرية من القرى التي تلد فيها هذه صغير، يأخذها يلتقطها ثم يسلم إلى مدرب ويأتيه الأجرة، لا بأس فيها،
هذا إن شاء الله ليس فيه حرج، لكن بيعه وشراه هو الذي اختلفوا فيه، قالوا الاقتناء غير الشراء حتى لو كان كلب صيد. والذين صحوا الحديث جازوا، ومنه وهو الذي أشار إليه ابن الترمذي رحمه الله، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد، ولعله لأجل هذا الحديث أو لأجل الحاجة، قد تكون هناك أدلة دلالة الحاجة أيضا كلب الصيد، وبعض الناس لا يكون معيشته إلا بالصيد. نعم، وإن كان جاز تفرجا وجاز الكلب والبازي أن يجعل الإنسان له، لكنه لا يكون لاهيا أو ملهيا له. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب تحويل حاء قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الأنصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن هي أجرة الكاهن، أجرة الكهانة، حلوان لأنه يستحلي به ويأخذ مال الله الحرام ويحسبه حلوا له، حلوان الكاهن. فمن أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالإتيان حرام وإعطاء الأجرة حرام، والكهانة نفسها كهانة أي هذه المهنة أيضا حرام لا مكان لها في الإسلام بحال من الأحوال. نعم، فيكون كله يكون حراما حلوان الكاهن. نعم، كان العرب عندهم شيء كثير في هذا الكهانة، ولكن الحمد لله الذي أبطل الإسلام هذا الشيء الذي يبني أو ينبني على أكل أموال الناس بالحرام بالباطل. نعم. قال باب ما جاء في كسب الحجام. قال حدثنا ما قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه محيصة. نعم، أخو محيصة وحويصة الذين كانت قصتهم في القسامة في خيبر، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال ألف هنا ضحك أو أطعمه رقيقك. إجارة الحجام هو إذا كان الحجام أخذ أجرة وله خادم أو عبد حجام أخذ منه الأجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلف ما أذن له في أن يستحل ويأكل بنفسه، قال اعلفه ناضحك أي ناضح الناقة التي ينضح ويستقى بها الزرع، وأطعمه رقيقك أي عبدك. فإذا كان حراما مطلقا والله أعلم ما كان يجيز النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم عبده، لأنه من كان له عبد فليطعمه مما يطعم بالحلال، وإن كان لا يجب عليه أن يطعم من النوع الذي يأكل. فهنا الظاهر والله أعلم ليس فيه بيان الحرمة الباتة، إنما فيه ينبغي أن يترفع الإنسان من إجارة مثل هذه الأعمال ولا يأخذ. لكن إذا كان عنده خادم وهو كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كان عندهم أرقاء كانوا يستعملونهم في العمل وكانوا يأتون لهم بالخراج، قد يكون يجعل له عليه خراج معين. مو أبو لولو المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه كان يعمل الرحى، وغلام المغيرة كان غلاما لمغيرة، فجاء وشكى وقال يطلب مني درهمين كل يوم وبهذا المعنى وهو كثير علي يا أمير المؤمنين. قال ما عملك؟ قال أعمل الرحى وأبي. قال ليس هذا عليك كثير. فغضب وقال هدد عمر رضي الله عنه وقال لأعملن لك رحا تجري على الريح، يعني تمشي على الريح، رحى تمشي على الريح.
فقال عمر رضي الله عنه: قتلني على هددني على العلج او العلج، حددني العلج، وما كان بين عشية وضحاها الا قتله، قتل رضي الله عنه. فيعني اذا كان عنده عبد وعمله الحجامة فيجوز له ان يستغله ويشغله في هذا ويأخذ أجرته، والله أعلم، لا يكون حراما. لكن إذا كان مستغنا عن هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين أن يطلق للناس عامة ولا يأخذ منهم الأجرة إذا كان يستغني ولا يحتاج إلى مال. نعم، لكنه لم يحرمه، والدليل عليه لو كان حرمه ما كان يقول أطعمه رقيقك، أطعمه رقيقك، لأن الرقيق والعبد الذي هو عبد الإنسان أو فتى الإنسان لا يصح أن يطعمه إلا حلالا. نعم. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة، أبو جحيفة الصحابي، وهب بن عبد الله السوائي، وجابر والسائب بن يزيد. قال: هو هذا الذي شككت في هذا، سائب بن يزيد الصحابي، مضى بنا ولا مضى بنا؟ سائب بن يزيد الصحابي، فتكون رواية الصحابي عن الصحابي ورواية التابعي عن التابعي. نعم، سائب بن يزيد. قال أبو عيسى: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال أحمد: إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. إذا كان حجام يسأل آخذ أجرة أو لا آخذ، فأنا أنهى عنه لهذا الحديث، لأن أحمد رحمه الله يقول. نعم، انظروا ماذا يقصد. إن سألني حجام، قال الحافظ في الفتح: ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم الإنفاق على نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم حديث محيصة. هو ما دام على كل حال الآن أصلا يحتاج البحث فيه، أنه إذا كان الإنسان يريد أن يمتهن بمهنة الحجامة، هل يقال له أن هذا لا يصلح للأشراف والكبار للأحرار وغيرهم؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة: يا بني بياضة أنكهوا، بنو بياضة بعض قبائل قريش، قال: يا بني بياضة أنكهوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان أبو هند حجاما، فهل كان يحجم بدون أجرة أو بأجرة مهما كان؟ فلذلك والله أعلم، يعني الذي يظهر، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه ما استأذن في إجارة الحجام فنهاه عنها، لعله ما نهى، لا نأخذ منه أن أجرة الحجامة حرام، لكنه إذا كان الإنسان عنده إمكانية أن يكون يستغني ويطلق الحجام يتبرع للناس، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، والله أعلم. لأن الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواء في الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، والكي. وأنا أنهى أمتي يعني الكي، لكنه يكون آخر الدواء الكي كما قال العلماء. فالحاصل أنه لا يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحجامة للحر وعجاز، والله أعلم. لا نفهم، لأن هناك ليس في الإسلام تفريق بين هذا وذاك، وإن كان في الحقيقة في كتب الفقه نجد الكفاءة في النكاح وغيرها، قالوا لا يكون الحجام كفوا لغير الحجام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن بياضة. فلذلك أنا ما أقدر أفهم أن النبي أن قول الإمام أحمد رحمه الله أنه فرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة. إذا كان حرا شريفا
يعمل هذا إن شاء الله ويحسن نيته خدمة للناس أيضا، وقد يكون هو إن شاء الله له الأجر على كل حال هكذا. لكن ما أقدر أن أفهم أن الإسلام يعني ينهى عن أنواع الاحتراف سواء كان حرا أو عبدا، لك أي حرفة وصناعة أن تختار إن شاء الله، وكله يكون إذا كان من كسب اليد فهو من أطيب الكسب، وهو كذا كان حجاما في الحديث جاء. أبو هند كان، لا ما كان عبدا، ما كان هنا الآن نقطة جزاه الله خير يا شهر، يعني هل أبو هند كان يا حجاما، هل كان عبدا أم كان حرا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس الظاهر كان حرا، يبحث فيه جيدا حتى يلحق ما هذه المسألة بارك الله فيك، أن الأحرار كانوا يحترفون بهذه الحرفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن كان الناس لا شك فيه يترفعون، وهذا من نخوة غير الإسلامية، لكنه له أن يختار، لكنه لا يستهين به ولا يحتقر ولا يغمط ولا يتكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس لأجل المهن وغيرها. لا، أي نعم، هو هذا هو نوع من الطب الحجامة لا شك فيه. نعم، هذا الأخ يستدل أن الصحابة لما أخذوا على من الرقية على سيدهم 30 غنما فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الطب، وهذا الطب أيضا نوع من الطب. على كل حال إن شاء الله لا يكون مكروها إلا إذا كان الإنسان لا يعني تطيب نفسه لا بأس فيها، لكن لا يحقر الإنسان لأجل هذا ما دام يأكل من كسب يده إن شاء الله، قد يكون من أطيب الكسب. نعم، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير ثقة عن حميد وهو الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة، فأمر له بساعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. انظر هنا جاء لأنه كان الظاهر عبدا. نعم، كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. الخراج هو مثل ما ذكرت لكم أبو لولو الذي كان عليه يومية، هكذا أنه لابد إذا كانت حرفته كذا، وهذه حرفته تحتمل أنه يأتي بالدرهمين في كل يوم لي والباقي له مثلا، فهذا كان شأن أبي طيبة، كلم أهله وشفع له أن يخفف عنه خراجه، كان عبدا. نعم، وقال إن أفضل ما، وأما أبو هند ما يظهر لنا، لكن الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، لكن أبو هند يحتاج إلى النظر فيه إن شاء الله. شوفوا وكيف من أين تبحثون أبا هند حتى تعرفوا حاله وترجمته. أطول ما يكون ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز السحابة، تنظرون فيه إن شاء الله، وإذا كان عندك الآن بعدين إن شاء الله لا تنشغل. قال إن أفضل فوضعوا عنه من خراجي، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. ما دامت الحجامة من أفضل الأدوية فالذي يقوم به إن شاء الله فيقوم من الأعمال الفاضلة بحسن النية، يكون له الأجر وكسبه حلال إن شاء الله سواء كان حرا أو كان عبدا. نعم، قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر، قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي، يعني جاز أن يأخذ على أجر عليه.
لكن إذا كان الإنسان يتبرع وعنده من ما يغني الله تعالى ففي مثل هذا في أكثر الأمور ينظر فيه ويقال للإنسان لا يحتاج لك أن تتمول كثير ما دام عندك كثير، ربما يشار لكن لا يقال إنه حرام عليه، حتى لو كان كثير المال جاز له أن يأخذ أجرته على الكسب إن شاء الله على الحجامة. نعم، وخاصة الآن يفتحون المحلات وغيرها معروف هذا، فإذا منع فيمتنع وينسد باب الحجامة وباب الاستشفاء بالحجامة. نعم، قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجامة وقول الشافعي. نعم، يقول هنا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الحجام أجره، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم كراهية لم يعطه. قال وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم فحملوا الزجر عنه على التنزيه، ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح، هذا الذي ذكر في الحديث السابق، وجنح إلى ذلك الطحاوي. والنسخ لا يثبت بالاحتمال، يعني لا بد من معرفة التاريخ أيهما أقدم وأيهما آخر. وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، وقد ذكرنا مذهب أحمد فيما تقدم نقلا عن الفتح. قال الحافظ وجمع ابن العربي بين قوله كسب الحجام قبيح وبين إعطائه الحجام أجرته بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول، فهذا يدخل في عامة المهن، لابد أن يكون أجرة معلومة، ما هو كذا، كما أنه في البيوع لابد أن يكون مبيع والثمن إلى آخره. فإذا كان السبب هو هذا معناه ليس الحرمة أو للخبث ليس لأجل الحجامة. قال وفي الحديث الأجرة على المعالجة بالطب والشفاء إلى أهل الحقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهله، أي شفع لأبي طيبة مع أهله أو شفع عند أهله فوضعوا عنه الخراج، ففيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها، وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له أذنت لك أن تقتصب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. نعم، وهذا الآن تجري فيه أشياء كثيرة، هؤلاء أصحاب التكاسي يقولون علي أن أعطي كذا ويجرون جري، قلت يا أخي ليش تستعجل؟ قال ليش تستعجل؟ قال علي أن أعطي كذا. يقول هنا اللهم صل على محمد أبو هند، نعم، الحارث بن مالك مولى أبي هند الحجام، قال ابن مندى سماه لنا بعض أهل العلم وقال اسم أبي هند الحارث بن مالك، روى أبو عوانة عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعاتى الحجام أجرته، حجمه أبو هند غلام لبني بياضة، غلام كان، وكان أجره كل يوم مدا ونصفا، فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو أبو طيبة نفسه؟ هنا أبو طيبة مو كذا، أبو هند وشفع له رسول الله، القصة كأنه واحدة، أبو هند فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مولاه فوضع عنه نصف مد، ورواه شعبة والثوري وشريك وأبو إسرائيل عن جابر، فمنهم من قال أبو طيبة ومنهم من قال مولا لبني بياضة، ورواه إسحاق بن بهلول عن أبيه عن ورقاء عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو هند واسمه الحارث بن مالك، أخرجه ابن منده وأبو نعيم، وليس فيه ذكر لمولى أبي هند، وإن الاسم إنما الاسم لأبي هند لا غير. بارك الله فيكم. فإذا الذي يظهر أنه كليهما كان مولا وغلاما، سواء كان أبو طيبة أو هو أبو هند، كان غلاما لبعض الناس. نعم، الظاهر واحد والله أعلم، وقيل هو أبو طيبة لأن القصة ومخرج القصة كأنه واحد، أنه كلاهما كان حجم للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو حجم وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أبو طيبة هو أبو هند والله أعلم. نعم،
في مثل هذا في الحقيقة لعلكم تجدون عند الترمذي عند البخاري في بادرهن يعطي كلاما فصلا في التاريخ الكبير لعلكم ترجعون. نعم كلمة بكلمة واحدة يقول هو كذا هو كذا. نعم وهو غير أبي هند. أنا وجدت في أشياء كثيرة في مثل هذا جزاه الله خير يفيد ما لا يفيد الآخرون. نعم قال ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور أيضا سنور. قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قال أنبانا عيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن العامش عن أبي سفيان عن جابر. أبو سفيان هو طلحة بن نافع طلحة بن نافع أبو سفيان تابعي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور والسنور يعني الهر وهذا أخرجه مسلم وغيره أيضا. قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن العامش عن بعض أصحابه عن جابر واضطرب على العامش فيه في رواية هذا الحديث وقد كره قوم لكن الاضطراب في الحقيقة على ما حقق العلماء ومنهم رأيت تحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورفع درجاته في الحقيقة كان يجتهد كثير في مثل هذا ويأتي كلاما فصلا فوجد أن الاضطراب ليس واقع لأن الاضطراب لا يكون إلا على استواء الأطراف. إذا كان الروايات كلها على أو الأسانيد كلها على درجة واحدة رواة على درجة واحدة في الحفظ والإتقان وكذلك في اتصال وعدم الاتصال إلى آخره فهنا يأتي الاضطراب. لكن إذا ترجح بعض الطرق فلا اضطراب وهو طريق مسلم مترجح بأنه فيه ذكر السنور أو مع الكلب ثمن السنور. نعم فيقول هنا وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الحر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وروى ابن فضيل عن العامش عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي وأبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. نعم فالحديث إن شاء الله صحيح والحديث جاء فيه أيضا في الطريق لكنه ضعيف نهى عن ثمن الحر أو أكل ثمن الحر ولذلك الظاهر أنه لا يجوز بيع وشراء الحرر. نعم الحر. وسبحان الله كان أذكر أنه في بريطانيا بعض الإخوان عندهم ما شاء الله يعني قطة بيضة جميلة ومدللة أكثر من أولادهم تجري على رأسهم وكذا فقال هذا اشتريته به لو كان هذا مغالاة 2000 هذا الذي يكون جريه استريني وسرق واحد ثم رجعت إليه ما أدري كيف سرقه واحد فقلت هذا لا يجوز. قال لا وكأنه أول مرة يسمع هذا أول مرة يسمع فقال الآن عملتم هذا. فعلى كل حال قال هذا فائدتها أنها يعني لا تترك هذا إيش اسمها الفيران وغيرها في البيت فلا شك أنها يستفاد منها. لكن على قول أن الكلب اقتناؤه جائز لكنه ليس عن طريق الثمن على قول من قال وبعضهم ربما إذا كان مثل هذه مدربة وهي في الغالب مدربة طبعا لهذه الحاجات فربما يجيزون والله أعلم. نعم لكن الحديث جاء فيه بطريق صحيح ولا يعني يجيز أو لا يجوز أن يشترى ويباع والله أعلم. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى وهو الرازي الذي لقبه خاتخت هكذا سبحان الله. قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا عمر ابن الزيد الصنعاني هذا ضعيف أنا بالزبير عن جابر قال نهى رسول الله. يقول أهل الإخوة أنا ربيت طفل صغير من مستشفى يتيم ربيته أحسن تربية جزاك الله خير لك الأجر وزوجته وله 2 من البنات سجلته باسمي
ربيته فجزاك الله خير إن شاء الله يكون لك سبب رفع درجات عند الله إن شاء الله وجزاك الله خير. ولكن وزوجته أيضا هذه زيادة الأجر، وله 2 بنات الحمد لله يجب أن تشرف على تربيتهن أيضا حتى تكون بنات صالحات. أما تسجيله إياك تسجيلك إياه باسمك أنت فهذا في الحقيقة خطأ، إذا كان هناك نظام آخر في الدول فينبغي أن تأخذ باسم التربية، وإذا كان أبوه معروف فأدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كان لك أن تسميه باسم أبيه ويتيم تقول، لأنه في الحقيقة إذا سجلت وراء باسمك فهو يرثك وهو ليس وارثا لك. لكن الآن بعدما سجلت على كل حال فلا بد أن تبين للناس بأن هذا ليس ابني، إذا لم يكن هناك إظهار ربما يكون خلاف نظام الدولة أو كذا، إلا أنك إذا كان عندك شيء توصي له من الثلث إن شاء الله جاز لك، وتسجيلك باسمك كأنه تسجيله باسمك لعله يعني يجعل له حق بأنه يأخذ المال من غير حق، فلذلك كل هذا يكون خطأ، فدبر كيف تعمل. ثم البنات لا يكن لك محرمات، أنت لست محرم لهن، الآن جاز لك أن إذا كبرنا أن تتزوج هذه البنات أنت، فلا تكون أنت جدهم ولا زوجتك جدتهم، يعني بعدما كبرنا لابد أن يحتجبنا منك. نعم. يقول في بلدنا اختصمت قبيلتان وعند الصلح ذبحوا ذبائح للصلح، هل يجوز هذا؟ إن شاء الله جاز هذا، هذه من قد يكون بحسن النية فيه أجر لزيادة التوادد وكذا، إن شاء الله جائز ولا يلزم. قد يكون الإنسان يجرمون قبيلة ثم يجعلون عليها غرامة أنهم يذبحوا، هذا لا يصح. لكن إذا ذبح من عند نفسه أو ذبح والاثنين اتفقوا بحب وكرامة لا بأس فيها، لكن يلزم هذا ليس بصحيح. بارك الله فيك. هل السرعة بالسيارة لإدراك الصلاة يدخل في النهي عن الوارد؟ نعم لا شك فيه. أولا السرعة بالسيارة لا يجوز لا شرعا ولا تدين، يجب عليك أن تتبع قواعد المرور. بارك، هذا تدين في الحقيقة، لا ينبغي خاصة إذا خالفت أو الشرطي يقول يعني اللحية فأنت ينبغي أن تكون متدينا في هذا أيضا بالفعل، هذا تدين لابد منه، ليس يقال أن هذا نظام الدولة وكذا، لا يجب علينا أن نطيع. وثانيا أن الإسراء إسراء سواء كان بالسيارة وكذا، عليكم بالسكينة والوقار. حياكم الله. هل كسب من تختص أو من تخصص للرقية الشرعية مثل كسب الحجام؟ لا إن شاء الله، لكن لو لم يطلب كان أفضل، إلا إذا كان هو مشغولا بجميع أوقاته في هذا ولا يجد فرصة لكسب آخر جاز له أن يأخذ. ولكن الناس يغالون، سبحان الله، يغالون الله أكبر، من الله المستعان، ويأخذون بغير حق مال الناس. إذا كان شخص يدعو إلى الله وحده ولكن يتوسل بالمتوفى من الصالحين، الله أكبر، كيف يتوسل؟ إيش معنى كيف؟ ويقول يا الله اقبل حاجتي ببركة الشيخ، هذه بدعة، لا يقال إنه كفر إن شاء الله، لكنه ببركة فلان وفلان هذه بدعة أو بدعة ضلالة يجب أن يترك، ويخاف أنه ينقص أجر دعوته إلى التوحيد. نعم، لا يكون شركا إن شاء الله إلا إذا كان يعتقد أنه هو الذي متصرف بهذا. نعم إن شاء الله. هذا لك كان سأل.